ايضا مشاهدين الاعزاء معنا احد البراعم اللي راح يشارك ويانا بحلقتنا لهذا اليوم، عظم الله اجورنا واجوركم عمو. شو تحب تشارك؟ ابشار علي الامام العباس عليه السلام. تفضل. عندما جاء بالرؤوس الى يزيد بن معاويه لعنه الله عليه، فظل يسال هذا راس من هذا راس من هذا راس من هذا راس من، لحد ما وصلنا الى راس منير كالقمر، فسال هذا راس من، فقالوا له هذا راس العباس بن علي. فسال الشمر يا شمر، فقال له يا شمر كيف كان قتالكم مع هذا الفارس؟ فقال له يا سيدي كشربة ماء. فسأل الآخر خولي، فقال يا خولي كيف كان قتالكم مع هذا الفارس؟ فقال له يا سيدي كأكلة طعام يا سيدي. فقال يا شبث كيف كان قتالكم مع هذا الفارس؟ كأكلة طعام. فلاحظ يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه انه كل ما يحكي واحد من القادة فاكو واحد من الجنود يهز راسه هيك، فسأله قال لي ليش انت كل ما يحكي واحد من القادة تهز راسك؟ فقال لي تكلم كيف كان قتالكم مع هذا الفارس؟ فقال يا سيدي اعطيني الامان وتكلم. فقال لك الامان، فكرر علي اعطيني الامان وتكلم. فقال له لك الامان من الخليفة يزيد، تكلم. فقال انسحبنا من الحرب نمشي على طرف الروس، انسحبنا من الحرب نمشي على طرف الروس، القلق بينا مثل المعرسة مو باكر، الكثرة احنا نعم بس ترجع العباس راسك من تديره يعتبر طاير، نخلنا الجربة نخلنا الجربة بس ما وقع منها الماي، شابكت طفل نام بحضن عاجر، وطاوخنا الحسين عليه صرنا هلال، وقطعنا الماي عنه وما بقى حاير، ابتسم باوع علي انا طلع العباس العباس الواحد وجيشك المتحاصر. نزل مثل المطر بالصحراء تختي الوين، تشرد من نمس يطلع لك باكر، نزل مثل العذاب الضرب قرية هود، ريح مصرصرة ونار وبرد شاهر، نزل يشبه علي كل غلطة بدماي، المستقبل صفن والماضي على الحاضر، نزل بريائنا العلقة معسل ينضاق بالسابع بعدنا شلون بالعاشر، تتشون برمح بس دار وجه يزيد، وجا واحد دفعنا وواحد يخازر وواحد سحب خنجر وقف يم الباب وواحد سحب سيفه وبالعبا ساتر، شمر قال له اسكت خولي قال لي تموت، شبت قال لي كذب هالحكي ما صار، عود اقوالك وقول حجة وهم، وشفت عباس شارد يكسر الخاطر، شبت شبث عنك كذب لا تحكي، لا تقول لي شردت من الحرب وبحجة الصلي، سمع عباس نازل تيه الاذان، اشهد ان ابو فاضل راح يوصلي وسلامتكم. بارك الله بك. مشاهدينا الاعزاء هذه براعم اللي تربوا على حب الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليه افضل الصلاه والسلام، بارك الله بهذه التربيه الصالحه، بارك الله بهذا الزرع اللي تربى واستسقى من ماء ابي الفضل العباس عليه افضل الصلاه والسلام، وان شاء الله يسجل في سجل خدمه الامام الحسين وفي سجل الامام القاسم عليه افضل الصلاه والسلام.